الأهداف الرئيسية للمؤسسة الانتشار هو تسهيل تسجيل وقوعات اللبنانيين بالخارج وتسهيل معاملاتهم بالدولة ومع الإدارات الحكومية. كرمال هيك نحن حبينا ننقي هالشبان والشابات الناشطين ونكودرهم ونسكلهم ونسقفهم بما يحتاجون إليه من معرفة عن لبنان وعن تاريخ لبنان وعن تحديات اللبنانيين بالخارج، لحتى يصير في عنا نحن جيل لبناني حامل للقضية اللبنانية أينما وجد في أصقاع العالم، يكونوا رسل للمؤسسة المرمية للانتشار حاملين أهدافها حاملين تطلعاتها، يقدروا يحملوا الشعلة معنا من بعدنا، نقدر من خلالهم نخرق الجيل الثاني والثالث، لأنه مثل ما بتعرف عندك جيل الثاني والثالث اليوم صاروا disconnected منقطعين عن لبنان. نحن هدفنا من خلال هالشبان والشبات نقدر نفوت على الجين الثاني والثالث. بتفكري ترجعي على لبنان؟ يس، بدي افكر ارجع اعيش باللبنان، كثير بحبها، كل مره بيجي بتعلق فيها اكثر واكثر، وهالمشوار خصوصا حبيتها اكثر شيء، وشفت كل القصص انه عالم ما بيحلموا يشوفوها، سو كثير حابه ارجع. عمري 23 سنه وبعدني مش جاي على لبنان، وبي لبناني و يعني قلت خلص بدي اروح على لبنان، ولقيت هالمشروع مع الميرونايت مع الموارنة. كل حدا قال لي مجنون اجي على لبنان بهالوقت لانه كان في المشاكل، وانا قلت لهم يعني كل الوقت في مشاكل صغيره، قلت اذا بدي اخاف كل حياتي مش راح ازور لبنان. بدي اجي على لبنان ازورها اشوفها، و أحلى منطقة بالدنيا. المؤسسة خلتنا نتعرف أكثر عن يعني كيف صار لبنان، عن مشاكله المشاكل اللي مرقت فيه لبنان، كيف يعني خلينا نتعرف على لبنان أكثر، وبزور الأشياء هون الأماكن السياحية، بس ما بيشرحوا لنا أكثر عنا أكثر من هيك، فخلينا نتعلم أكثر عن جو زورنا نحن ومن وين جايين. هو المشروع كان اساسا مثل حلم، واحد كيف بده يصدق انه في مين مهتم يرجع المغتربين على لبنان حتى يتعرف على بلدهم ويضلوا متعلقين بثقافتهم اللبنانيه. وانا من العالم اللي اكيد لانه عايش بمونريال منعيش بجو اللبناني، بس لبنان بكل جماله ما فيك تشعر فيه، بتشعر بجماله، تشعر بقيمته اذا ما بتجي وبتعيش هالخبرة. وبعرف اكثر عن لبنان عن السيركل وكل المحلات، وما في اجمل من لبنان، وهلا سون تو بي جايين ممكن نعيش هون، في هون العائلة والعيشة هون اجمل يعني. سياحة بتجنن، اتس هوم. 2 3